الباب الكامل الحديث، آخر موردنا في عالم الموبيليا ومؤسسة روائي العائلات بالرياض. يتكون هذا الدولاب من طاولة مع زر تأمين، وكذلك أربع أدراج لحفظ أغراض الكوي من كاوية أو عطور أو مليتو أو بخور أو أي شيء يحتاجها من سيقوم بعمل الكوي. تنزل الطاولة على زاوية قائمة وتثبت بهذا العصا، وكذلك يوجد في الدولاب معاليق لتعليق الملابس بعد أن يتم كويها، ويتثبت هذا الدولاب بمسمارين في الجدار وكذلك مسمار أسفل حتى يتم شد الدولاب في الجدار، وعند الانتهاء يتم إغلاقها بكل سهولة مع تأمينها حتى لا تطلع، ويتم إغلاق الدولاب بشكل نهائي حتى تصير مرآة جميلة يستخدمها أصحاب المنزل في أي وقت شاء.